وحول هذا الموضوع ينضم إلي دكتور جمال زحالقة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. أهلا بك دكتور جمال. جميع الأحزاب ثبتت مرشحيها، لماذا اختار حزب التجمع الآن في هذه الظروف يعني إجراء انتخابات داخلية؟ أثبتنا مرة أخرى أننا أكثر الأحزاب ديمقراطية في هذا البلاد، في هذه البلاد، من جهة نحن نرفع شعار دولة كل مواطنيها وهو المشروع الديمقراطي الوحيد في هذه البلاد، وأيضا من الناحية الداخلية نحن حزب ديمقراطي فعلا، وفتحنا المجال للمنافسة بين كل من يريد حقيقة من أعضاء الحزب، مع المحافظة على يعني الحظر في ظرف الكورونا، يعني بمعنى أنه أردنا أن يأتي المصوت أو الناخب يصوت ويذهب إلى البيت ولا يكون هناك تجمهر في القاعة، وكان ذلك من خلال أن يكون هناك تصويت مرة واحدة، لأنه أي طريقة تصويت أخرى كانت ستعرض الناخبين للخطر وربما إحجامهم عن التصويت بسبب هذا الخطر. لكن اخترنا في ظرف الكورونا أفضل الطرق للتعبير عن الروح الديمقراطية التي يتميز بها التجمع، وكانت هناك منافسة وفاز الأخ سامي أبو شحادي ونحن نهنئه بهذه المناسبة، وأيضا نبعث كل التحية والتقدير للدكتور مطانس شحادي الذي خدم الحزب وسيواصل في خدمة المشروع الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على كافة الأصعدة. وكما تعلمين فازت في المكان الثاني الدكتورة هبة يزبك، في المكان الثالث الأخ جمعة الزبارقة، الرابع المحامي إياد رابي، والخامس الأخ محاسن. نعم جيد. في نهاية المؤتمر أيضا طرحتم 7 نقاط لحل أزمة المشتركة، ما هي أبرز هذه النقاط؟ نحن نريد أن يعني يكون هناك إعادة بناء للقائمة المشتركة، لكن نحن لا نريد صف كراسي، نريد أن يكون هناك اتفاق على أسس مبدئية ملزمة للجميع، برنامج القائمة المشتركة، خط القائمة المشتركة، اتخاذ القرارات في القائمة المشتركة، العمل الوحدوي الفعلي في إطار القائمة المشتركة. إحنا بدنا انتخابات، وبعد الانتخابات يعني تكون هناك أحزاب تخرج من القائمة وتذهب لتدعم نتنياهو مثلا، هذا أمر لن نسمح به، وأعتقد أن شعبنا لا يريد ذلك. يعني الحقيقة أهم البند السياسي الذي وضعناه وكان هناك يعني طفى على السطح وبقوة هو ربط حقوقنا بالتنازل السياسي أو بالموقف السياسي. حقوقنا قائمة بذاتها تنبع من انتمائنا للوطن، من تعاملنا بجدية مع المواطنة، وليست منا من أحد، وليست جزء من صفقة أو مقايضة مع لدعم هذا الحزب أو ذاك، لأنه يعني أقولها ببساطة بكرة أنه شق أي شارع بدنا نصوت مع نتنياهو ومع غيره لدعم الحكومة، هذا أمر مرفوض. للأسف كان هناك أمور من هذا النوع، كان استعداد على الأقل لدعم نتنياهو مقابل فتات، وهذا الأمر رفضناه وأثار غضب بالتجمع. نحن نريد الوحدة أن تكون مبنية، أن تكون وحدة مبدئية، لا نحن ولا شعبنا يريد وحدة غير مبدئية. نعم. طب هل هذا ما ستطرحونه اليوم في الاجتماع الرباعي مع رئيس لجنة المتابعة سيد محمد بركي؟ هذا ما سنطرحه، وأيضا ليس فقط سنطرحه، لم نترك يعني مجال للتفسيرات. طرحنا المبادرة أمام الإعلام، أمام شعبنا، ونحن نعد الناس بأننا سنعمل وفق هذه المبادرة، ونقول إنه شرط أساسي يعني كرت الدخول إلى القائمة المشتركة، ليس موضوع للتفاوض داخل القائمة المشتركة، كرت الدخول للقائمة المشتركة هو أولاً يعني التمسك بموقف ببرنامجها السياسي، وأيضاً مبدأ النضال من أجل حقوقنا التي كما قلت قائمة بذاتها، وعدم ربط الحقوق بالموقف السياسي، لأنه بذلك يعني سيحول هذا، لن يأتي إلينا بأي إنجاز، هذا منزلق خطير جداً، لأنه سيحول حقوقنا إلى حقوق مشروطة، وكأننا نقبل أن نكون مواطنين درجة ثانية أو نقبل أن نكون رعاية، وفي نهاية المطاف الخسارة كبيرة جدا وخسارة استراتيجية. نحن نظلنا عشرات السنين حتى نصل إلى هذا المكان، أن هناك إجماع أن حقوقنا يعني قائمة بذاتها وليست مرتبطة بالموقف السياسي أو التنازل السياسي. للأسف الشديد هناك من أبدى الاستعداد في الأشهر الأخيرة للتراجع عن هذا الشيء،
والذهاب إلى منطق الصفقات ومنطق المقايضة، وهذا مرفوض. على هذه المسألة ستقوم أو لا تقوم القائمة. طب كيف برأيك يعني سيسير الاجتماع؟ يعني هناك أزمة حقيقية داخل المشتركة لم تبدأ فقط يعني في الآونة الأخيرة، إنما في السنوات في السنة الأخيرة على الأقل كان الكثير من الأزمات. هل يمكن تخطي هذه الأزمات برأيك؟ هناك أزمة واحدة ومشكلة واحدة في القائمة المشتركة، ليست هناك أزمات. يعني الجمع لا جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير يعني أنفع. هناك أزمة واحدة وهي المواقف التي عبر عنها دكتور منصور عباس. باقي القضايا هي قضايا هامشية ليست ذات بال يمكن حلها بسهولة إذا اتفقنا على أن يكون عملنا السياسي مبني على مبدئية، لن يكون هناك أي مشكلة. نعم، يعني على أمل أن تتفقوا. شكرا لك دكتور جمال زحالقة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي.